يبقى من أول السطر: جاء أبي مساء حين وجد أختي سناء تقرأ الجريدة في هدوء فصلة. نقفل المايكات. وأخي وأخي زكريا وأخي زكريا يهيئ يهيئ تمارينه يهيئ تمارينه على ضوء خافت وأنا أتمم. نمشي بعد سنة ايه؟ أنت لسه عندي سناء؟ طب ثواني هعيدها تاني. اكتب كده من أول السطر، يعني سيب حوالي سطرين كده واكتب: وأنا أتمم رسم لوحتي وأنا أتمم رسم لوحتي فصلة. لم يجرؤ أبي لم يجرؤ أبي أن يزعج. مس نعم، لم يجرؤ ايه؟ لم يجرؤ أبي أن يزعج أحد منا فتباطأ فتباطأ ماشيا فتباطأ ماشيا أقولها تاني، عيدها تاني: جاء أبي مساء حين وجد أختي سناء تقرأ الجريدة في هدوء، وأخي زكريا يهيئ تمارينه على ضوء خافت، وأنا أتمم رسم لوحتي. لم يجرؤ أبي أن يزعج أحدا منا فتباطأ ماشيا إلى غرفتي.
خلاص كتبنا فطبطة ايه؟ ماشيا خلصت مش إلى فطبطة ماشيا فتباطأ ماشيا ماشيا إلى اه غرفته. الله تمام اه تمام طيب نصور برضو الإملة ونحطها على الجروب دلوقتي ونرجع نحل مع بعض كده ماشي ورقة العمل دي. يلا هنا رتب الحروف لتكون كلمة تحتوي على همزة متطرفة بالقيس. أو هنا أول سؤال، معلش، هنا أكمل الفراغ بكلمة تحتوي على همزة متطرفة عند الشدائد المؤمن إلى الله. هنختار إيه؟ هنختار كلمة يلجأ ولا يؤذن؟ يا أبطال يلا يا ريان. أحمد نعم هنختار مش يلا هنا عند الشدائد يلجأ المؤمن إلى الله. يلجأ طيب الكذب من العادات، عايزين كلمة بقى. الكذب من الإيه؟ العادات، عايزين كلمة آخرها همزة متطرفة همزة هتبقى إيه؟ متطرفة همزة متطرفة الكذب من العادات كذب من أسوأ ولا أخبث؟ أسوأ 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 أسوأ، برافو. طيب أحمد في استذكار دروسه عصرا، هيبدأ يبدأ ولا يهتم؟ يلا يا يبدأ ريان. ها يبدأ أحمد في استذكار دروس ولا يهتم يبدأ أحمد في... ها يبدأ برافو يبدأ. يلا يا سما. الطالب القصيدة بصوت معبر، يقدم ولا بدأ؟ سما بدأ بدأ، برافو يا ريان. تردد الطالب بين الإجابة والصواب، الإجابة الصواب والإيه؟ الخطأ ولا أخطأ ولا أصاب؟ تردد الطالب بين الإجابة الصواب وإيه؟ وأخطأ ولا أصاب؟ صب لا، هو طالما متردد يبقى هيبقى إيه؟ أخطأ. عايزين كلمة آخرها همزة متطرفة. طيب بلقيس ملكة إيه؟ عايزين الكلمة دي تكون آخرها همزة متطرفة على ألف، هتبقى إيه؟ ملكة إيه؟ أنا ملكة أقولها مس ها سبق سبأ. سبق سبأ لكل إنسان في الحياة، مبدأ ولا مبأ؟ ببدأ مبدأ، برافو. لا تكرر ارتكاب خطأ ولا الأخطاء؟ أخطأ الخطأ، الخطأ، لا تكرر ارتكاب الخطأ. وطنك هو الأمين، تعيش في كنفه، هو الملجأ الأمين ولا الأجمل الأمين؟ يلا يا عمر، ملجأ الملجأ، برافو يا ريان. ملجأ طيب نظلل الكلمات التي احتوت على كلمة انتهت بهمزة متطرفة على الألف. فين الكلمات اللي انتهت بهمزة متطرفة على الألف؟ هنا كلمة إيه وإيه وإيه؟ يبدأ كلمة إيه؟ ونمس أبدأ وكلمة ونبدأ يبدأ، أيوة، نبأ نبأ وكلمة نبأ نبأ. طيب بس نسأل كده مع بعض، كلمة مساء ليه كتبت الهمزة على السطر؟ عشان الحروف عشان كانت آخرها الألف همزة؟ ألف حرف حرف ايوه ساكن حرف ساكن، برافو. الالف حرف ايه؟ حرف ساكن. طيب كلمة بالظبط دواء ليه كتبتها على السطر؟ يلا يا عمر. عشان أعرف حرف ساكن لان ما قبلها حرف ساكن. وهنا ليه كتبنا الهمزة على الالف؟ يلا يا سما. يبدأ اه في يبدأ سما.
فتحة عشان قبلها فتحة. لأن ما قبلها عليها إيه، فتحة أو مفتوح، الحرف الذي قبلها مفتوح. طيب كلمة جزء، يلا يا أحمد ليه كتبتها على السطر؟ عشان الزين عشان عليها يمس الجيل حرف ساكن. اسمها الزي حرف مش زاي. الزين. زاي. ازاي هنا حرف الزي، زاي. ازاي مش زين، زي. ماشي يا بطل؟ طيب يبقى هنا ماشي. ليه كتبتها على السطر؟ لأن حرف الزي ساكن. طيب يلا يا عمر كلمة نبأ ليه كتبتها على الألف؟ ايه عشان لا مفتوح. لأن لا ما قبلها إيه؟ مفتوح. ذاكر. برافو. لا مفتوح. نبأ بأ، يبقى ما ايوه قبلها مفتوح. إيه؟ مفتوح. برافو. طيب كده خلصنا الإيه؟ الامتحان. نشوف كده درجته كام؟ شطار 10/10. طيب قطعة الإملاء اللي احنا اتمليناها دي عايزة كل واحد فيكو يكتب لي الكلمة اللي حملها له من القطع. يلا يلا يا نبدأ بمين؟ بريان اكتب كلمة جاء. اكتب، امسك الوايت بورد، امسك القلم واكتب. ها جاء، واكتب كده في ناحية علشان زمالك يدخلوا يكتبوا برضو نفس الايه الكلمات اللي هنملها لهم. يلا يا ريان. ها اكتب يلا ايه؟ يا بطل اكتب كلمة جاء، اكتب عادي بالقلم مش مشكلة، الخط وحش مش مشكلة، اكتب يلا. مش كتبت جا. فين هي من السهر على الوايت بورد؟ لا اكتب مكتبه في الكشكول. لا لا انا عايزاك تكتبها لي على الوايت بورد. يلا يا بطل. برافو. فين نقطة الجيم؟ هذا هم. يلا ماشي ماشي. ها برافو. طيب ليه كتبتها على السطر يا ريان؟ عشان اللي ألف عليها سكون. برافو، لأن ما قبلها ساكن. برافو، لأن ما قبلها ساكن. يلا يا عمر اكتب لي كلمة مساء. حاضر سريع. يلا يا بطل استعدي يا سامي عشان هتكتبي كلمة ثناء، وأحمد هيكتب كلمة هدوء. نستعد. بصوا هعمل لكم هنا، أكتب ثناء. استني بس، امسحي الأول، امسحي الأول، امسحي الأول. مثلا ما كتبتش حاجة. انت مين اللي كاتب مساء؟ أنا عمر. ماشي ماشي يا عمر، اخترقت الحادث. تمام يلا اكتبي ثناء هنا، اكتبي كلمة حاضر. ثناء. يلا يلا يا أحمد اكتب في الناحية التانية، اكتب كلمة هدوء. هدوء لي أنا ناحية بس أهي اللي ناحية الفاضية. الفاضية. ماشي شاطرة أهي بس. شاطرة شاطرة، اكتب كلمة هدوء. برافو. عمر انت ليه كتبت الهمزة على السطر هنا؟ عشان الألف ها حرف عشان ساكن. ثانية كده حرف بس ايه؟ أكتبها تاني. لان ما قبلها ساكن. برافو. سما ليه كتبتي ثناء على السطر؟ علشان قبلها ساكن. لان ما قبلها ساكن. برافو. يلا يا احمد ليه مسحتها؟ عشان المس مش باينة مش كويسة. طب ثواني هنعمل تاني اهو، شيل المسافة دي او الكلمات دي، اعمل لك مسافة واسعة. يلا اكتب. ماشي. يلا يا عمر اكتب كلمة زكريا في ناحية. استنى لا ما اقسم الشاشة، استنى هقسم الشاشة نصين اهو. يلا اكتب انت يا عمر هنا و اكتب فين انا مس هنا يا هنا. ماشي يلا يا آدم معانا. يا آدم انا مس فينك يا بطل؟ يلا يا عمر اكتب يلا هنا اهو يا كلمة مس. زكريا. برافو. ليه كتبتها على السطر يا أحمد؟
اكتب زكريا عشان نمس عشان اكتب الواو من حروف العلة. زكريا اكتب اكزاكتلي زكريا يا عمر، انت كتبت زكريا. هنا على السطر ان الواو حرف ساكن، برافو. يلا يا عمر زكريا، يلا يا آدم اكتب كلمة ضوء هنا تحت أحمد، اكتب كلمة ضوء، برافو. ليه اكتب كتبتها على كلمة ايه؟ ضوء؟ ضوء طاو ضوء ضوء ضوء. باي. ها يلا يا عمر، ليه مسحتها؟ ما انت كنت كاتبها حلو. برافو. ليه كتبتها على السطر؟ عشان الألف حرف ساكن. لأن ما قبلها ساكن. ليه هنا كتبتها على السطر يا آدم؟ أنا قبلها حرف الواو. لأن قبلها حرف إيه؟ ساكن. يلا يا سما اكتبي يجرؤ. 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 آه يجرؤ. حاضر اكتبها فين؟ هنا هنا تحت، هنا تحت زكريا، اكتبي هنا. يلا يجرؤ. يلا يا ريان عشان هتكتب بعد سما مثلا كلمة تباطأ. نعم اكتبي تباطأ، استنى همسح لك كلمة ضوء اللي كتبها آدم. يلا اكتب هنا تحت كلمة هدوء يجرؤ. كده. اكتبي انت اكتب كلمة تباطأ هي كده، انت كتبتيها كده. طيب اقري كده ياج رو رو، الراء عليها ايه يا بطلة؟ ضمة، يبقى هيكتبها على ايه؟ على واو. ياج رو. ماشي. تمام ياج رو. تا تا، استهجى 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 استهجى. تا باطا، اكتب تاني تا باطا تا باطا. تبقى تاني يا سما، ما تشخبطش ما تشخبطش. حاضر. تابا شاطر. طا تابا طا، الطا عليها ايه؟ استنى بس، الطا عليها ايه؟ غمزة لا الطا عليها ايه؟ هو فيها طا عليها همسة. كده. طا تباطأ صح، تباطأ عليها ألف فتحة صح، يبقى هكتب الهمزة على ألف، امسحها واكتبها تاني، امسحها واكتبها تاني. تباطأ آدم، واو. اكتب هنا فوق كلمة مملوء، هنا شايف ال مملوء. مش عارف اغير الليزر. طيب اكتبها صح يا آدم يا ريان، اكتبها صح يا ريان تاني. ها تاباطا تا، ايوه با لا الاول الاول، لا دي تبطأ دي تبطأ. اكتب مملوء. اكتب كلمة مملوء يا آدم. يلا برافو برافو يا ريان، برافو برافو شطور، برافو يا آدم انت وريان، برافو شطار. ليه كتبتها على السطر يا ريان يا آدم؟ عشان جاب لها حرف ساكن اللي هو الواو. برافو. ليه مسحتها؟ طيب هنا ليه كتبتها على ألف يا ريان؟ عشان الطاء عليها فتحة. برافو عليك. طيب عايزين بقى نلخص القاعدة، مين هيلخص القاعدة كده نقطة نقطة؟ تكتب الهمزة على واو أنا إذا كان ما قبلها عليه ضمة. مضموم، برافو. تكتب مضمون الهمزة على ألف إذا كان ما مضمون قبلها. يلا يا مفتوح. عمر
مفتوح. سما تكتب الهمزة على السطر إذا كان ما قبلها. ها أقول ساكن مسكون إزاي؟ ساكن ساكن. طيب تكتب الهمزة على ياء إذا كان ما اللي قبلها. هي سكون ماشي، تكتب الهمزة على ياء إذا كان ما قبلها إيه؟ ها ما قبلها كسرة مكسور. ما قبلها مكسور إيه؟ مكسور. تمام. أكثر. طيب هبعت لكم دلوقتي الإملة اللي إحنا أخدناها أهي، وهنطلع منها الحاجات اللي أنا هكتبها لكم أو المطلوب اللي هكتبه لكم على الواتس، وده هيبقى الإيه الواجب. تمام. تمام سهل الهمزة المتوسطة فهمت، المتطرفة عفوا، فهمتوها؟ سهلة ولا بس صعبة؟ ماشي، قولي الواجب كده تاني. تمام الواجب يا عمر هبعت قطعة الإملة اللي احنا أخدناها دلوقتي اللي هو جاء أبي مساء. تمام. ماشي أطلب منها حاجات تطلعوها من القطعة. ماشي تمام. ونحل الواجب تمام بلاش نتأخر. وانت يا أحمد ابعت لي من الموبايل على نقطة على الواجب اللي انت ايه أرسلته. تمام ماشي يا أبطال، يلا أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الخميس، يوم الاثنين القادم بإذن الله. في رعاية الله، مع السلامة.